بفقرتنا الطبية لليوم راح تكون لاستفساراتكم وكل ما يتعلق بأسئلتكم اللي حابين توجهوها اليوم. اليوم موضوعنا راح يختص بما يتعلق أمراض الروماتيزم والمفاصل. راح يكون اليوم مشكور طبعا الدكتور جرياس الداود استشاري أمراض المفاصل والروماتيزم للإجابة عن كل استفساراتكم وأسئلتكم. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. طبعا إحنا أرقامنا ظاهرة على الشاشة، أي حدا بحب يسأل دكتور جرياس أي سؤال هو جاهز ليجاوب عليكم. على ما يجي الاتصالات دكتور نحكي شوي عن الروماتيزم، يعني مش الكل يمكن بعرف شو هو الروماتيزم. نحكي في البداية إيش هو الروماتيزم وعن أنواعه أيضا. الروماتيزم يعني جميع على كل الأحوال الروماتيزم من أكثر الأمراض انتشارا يعني على الإطلاق. يعني إنه جميع الأمراض اللي بتصيب المفاصل والعظام والأنسجة الضامة واللي بتحتاج علاج دوائي وليس جراحي فهي أمراض تعتبر أمراض روماتيزمية. روماتيزم كلمة إغريقية تعني التهاب أو تورم في المفصل، فكثير بنسأل إنه هل أنا عندي روماتيزم ولا التهاب؟ الاثنين تقريبا نفس المعنى. أنواع أمراض المفاصل كثيرة العدد، لكن إحنا نقدر نقسمها إلى ثلاث مجموعات كبيرة. المجموعة اللي بنسميها الالتهابية اللي بتصيب دائما، اللي بتعني أنه هناك التهاب في المفصل وألمها يكون في معظم الأحوال في الراحة، المريض يتألم في الراحة ويتحسن بالحركة. وهي الشغلة طبعا يعني بتكون غريبة، يعني أنه إحنا متوقع أن الواحد بيزيد ألمه لما بتحرك، هنا العكس تماما، وهو نايم الليل عنده معاناة، الراحة معاناة، بترافق كثير مرات في تيبس، ظاهرة اليبوس الصباحي، المريض بصحى من النوم متيبس بده فترة حتى يرجع لطبيعته. بعض المرضى بلجأوا لبعض الطرق الخاصة فيهم، مثلا بحطوا أيديهم مي ساخنة أو بحركوها مشان يخففوا من هاليبوس اللي بتصير. عدا عن هيك باعتبار النوع الأول نوع التهابي، فهناك أعراض التهابية، يعني ممكن يكون في درجة ارتفاع بسيط في الحرارة، تعب وإرهاق عام، فقدان للشهية، فقدان للوزن في هذا النوع اللي هو احنا بنسميه النوع الالتهابي. التهاب. الآن هذا النوع اللي هو الالتهابي التطورات الكبيرة قاعدة بتصير فيه، التركيز الأهم أنه يجب أن يشخص في أسرع وقت، يجب أن يحول إلى أخصائي روماتيزم في أسرع وقت، وأخصائي الروماتيزم الخط العالمي الجديد يجب البدء بالعلاج في اللحظة اللي مشخص فيها. ما عاد في انتظار، لأنه إحنا صرنا نعتمد طريقة أكثر يعني هجومية في العلاج، بنسميها المعالجة حتى الهدف، تريد تو تارجت، يعني مش القصة والله أنا تحسنت 50%، لا بدنا نظل ماشيين حتى نصل مريضنا إلى السيطرة التامة فيها على المرض، حتى نمنع المضاعفات اللي بتصير من جراء الالتهاب. النوع الثاني هو النوع طبعا منتشر جدا جدا، اللي هو الالتهاب المفاصل التنكسي، واللي النوع الكبير والمشهور جدا جدا فيه هو مرض التهاب المفصل والعظم، واللي بيسمى بالعامية تآكل المفاصل. تآكل المفاصل طبعا هو الأكثر انتشارا، يقال بالإحصائيات أنه 50% من المرضى اللي بيدخلوا على عيادة الروماتيزم هم بيرجعوا لتآكل المفاصل. وتآكل المفاصل هي عملية في بعض الناس بيعتبروها طبيعية، وهي فعلا إلى حد ما تطور طبيعي بالإنسان، لأنه المفصل يغطيه غضروف، هذا الغضروف طبعا مع الوقت بيبدأ الخلايا اللي بتعمل له النشاط والتجديد والهذا مع العمر بتبدأ يصير فيها خمول ضعف نتيجة هالعمر ونتيجة هالتعب المتواصل. تصوروا احنا قديش بنستعمل مفاصلنا على مدى السنوات كلها، فبتبدأ المادة الغضروفية تضعف، يعني شوي شوي تبدأ تصير رقيقة، بتبدأ تصير يعني مثقبة، ولذلك المفصل ببطل يقدر يقوم بوظيفته بطريقة كافي، حركته فيها صعوبة، امتصاصه للوزن والصدمة أقل من الطبيعي، ولذلك بيبدأ يتألم. لكن الآن وين الألم؟ شيء متوقع أنه الألم بالحالة هاي ألم بصير بالحركة، لأنه المفصل مش قادر يقوم بوظيفته، وظيفته هي الحركة، ولذلك ألم بصير بالحركة يختفي بالراحة.
ولا نلاحظ في هذا النوع من المرض الأعراض العامة اللي بتصير بالجسم، لأنه إحنا ما عندنا التهاب، إحنا عندنا تنكس، عندنا تطور بصير، فما في ارتفاع في الحرارة، ما في تعب عام، المشكلة هي محصورة بالمفصل المصاب. نعم. دكتور، قبل ما نتابع بأنواع الروماتيزم نرجع نذكر كل الأشخاص اللي عم بيتابعونا الآن. اليوم رح نفتح كل الاتصالات وأرقام الهواتف مبينة على أسفل الشاشة أمامكم لحتى توجهوا أي أسئلة تختص بأمراض المفاصل والروماتيزم من الدكتور جريس مشكور طبعاً اللي موجود معنا اليوم. تابع دكتور، عفواً. هلا النوع الثالث كمان نوع منتشر ومنتشر جداً في العالم، ولكن أنا أعتقد أنه بجوز يكون منتشر عندنا أكثر، اللي هو التهابات المفاصل المرتبطة بالحالة النفسية. ففي بعض الحالات المرضى فئة من الناس يمتازوا بأنه المود المزاج تبعهم مزاج غير مرتفع، بيميلوا إلى القلق، بيميلوا إلى التوتر، حساسين زيادة على اللزوم، بترافق هذا النوع بيرافقه وصول علامات وشحنات من الألم إلى الدماغ أكثر من الناس العاديين. نعم. والدماغ أصلا لا يستقبل كل إشارة ألم بشكل عام، هو يعني ممكن أنه إذا بوصلوا 10 إشارات بيستقبل 3، بيستقبل 4، وبوقف الثانيين. هذول الناس يستقبلوا إشارات ألم أكثر منهم، بيمتازوا ببعض المواصفات بأنه النوم عندهم مثلا نوم مضطرب، ما بصل للمرحلة العميقة عند الإنسان، بترافق مع ألام بالرقبة، بالظهر، بالإيدين، بالإجرين، وين مكان في الجسم في ألم، المريض بيجي بيقول لك أي شيء بتلمسني فيه أنا بتألم منه، ويترافق مع بعض الأمراض الأخرى مثل مثلا الصداع التوتري، مثل الشقيقة، مثل طبعا التهيج القولون. كل هالأشياء هاي بتوصلنا إلى، ونفحص المريض طبعا المفاصل بتكون إلى حد ما سليمة، الفحوصات المخبرية سليمة، وهي طبعا الحالة اللي احنا بنسميها الألم اللي في العضلي الفايبروميالجيا. دكتور، احنا في معنا أول اتصال. معنا أمل من عمان، عشان ما نتأخر عليها. أمل، صباح الخير. صباح النور، كيف حالك؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير. أهلا وسهلا حبيبتي، سلامتك. هاي دكتور جريس عم بسمعك. إن شاء الله. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا ست أمل، سلامتك. ألف سلامة يا رب، الله يسلم عمرك يا رب. دكتور، أنا ضرب عندي عصب الريق. عصب الريق. احنا مش سامعين. عصب ايش؟ مش عم نسمع. عصب ايش؟ عصب الريق. الريق عصب رجليكي؟ لا، الريق. الريق الريق. ضارب عندي، عندي صعوبة بالقعود وصعوبة بالنوم، بقدرش يعني لا اقعد ولا بعرف انام. انا فهمت صعوبة بالنوم، فهمتي انت؟ هلا في صعوبة بالنوم، صعوبة بالحركة، صعوبة بالجلوس. بالجلوس بقدرش اقعد بالمرة، ما بقدر اقعد. قديش عمرك يا ست امال؟ 54. وهاي المشكلة من امتى؟ من يعني الها هسة زادت علي شهرين الها، بس انا مريضة اللي 3 سنين. سلامة قلبك. طيب عندك امراض ثانية يا امال؟ لا والله، لا سلامتك. والله. طيب ما عملتي فحوصات، صور، اشي؟ والله عملت. شو في اشي بين فيهم؟ ما طلعش عندي اشي. طيب انت عندك يعني صعوبة بلع، عندك نشفان بتمك هيك صح؟ ايوه. العيون فيهم مشكلة؟ شو فيهم؟ يعني صعوبة لما بشوف. والله يا ست امل واضح انه انت عندك، لا شك انه عندك مشكلة، ممكن تكون مشكلة روماتيزم، بعض أنواع الروماتيزم، مثلا في مرض اسمه مرض جوغلين ممكن يعمل الأشياء هاي، في مرض اسمه اعتلال الأعصاب المايستينيا جريفز ممكن يعمل الأشياء هاي، أو التهابات بالأعصاب. حالتك بتها يعني متابعة وبتها فحوصات مخبرية، يعني جواب سريع بدون فحص إني أطلع على النتائج على الفحص السريري والمخبري، والله صعب يا أختي أمل. فإذا بتحب تشرفينا ميت أهلا وسهلا، أو بتراجعي دكتور متخصص. وسلامتك، ألف سلامة. نعم.
طيب إذا برضو راح نستقبل أيضا اتصالات أخرى بما يختص بالموضوع لليوم، موضوع المفاصل ومشاكل المفاصل والروماتيزم. دكتور، في هناك أي أنواع أخرى للروماتيزم بتحب أنك تركز عليها؟ الآن هاي إحنا بنحكيها ثلاث مجموعات كبيرة اللي أنا حكيتها، ولكن هاي الثلاث مجموعات من كل مجموعة في العشرات من المجموعات، يعني العشرات من الأمراض. وفي كل عمر طبعا في له بعض الأمراض الخاصة فيه. فمثلا إذا جينا على النوع الالتهابي اللي هو النوع الأول، في بعض الأمراض المشهورة في هذا النوع، على سبيل المثال مثلا مرض الروماتويد، التهاب المفاصل الرثوي، هذا مرض منتشر طبعا، بيصيب 1% من الناس. نساء تصاب بثلاث إلى أربع أضعاف ما يصاب الرجال. الآن هذا المرض حدث فيه تطورات كبيرة جدا جدا في السنوات الأخيرة، بتعتمد على أنه هذا المرض لازم نشخصه مبكرا. والتشخيص المبكر لأنه ثبت بكل الدراسات، إذا شخصنا سريعا وعطينا علاج سريع النتائج الأوتكم 100% أحسن. ولدينا كثير أدوية الآن، مجال إن نعمل بالأدوية كثير أكثر من أول، لأنه كنا محصورين بدويين ثلاثة، الآن بعد سنة 2000 نزل مجموعات كبيرة. دكتور رح نكمل بموضوع الروماتويد، لكن نأخذ اتصال عشان ما نطول على متابعينا. في عنا أم حمزة. أم حمزة صباح الخير. صباح النور، كيف أهلا وسهلا فيكي. تمام، تفضلي يا أم حمزة. أنا بدي أسأل عن حساعت أنا إجري عندي بظلهم يتخدروا. نعم، ما بقدر يعني ما بقدر أقعد دقيقة على بعض، يعني لما بقدر لا أتربع ولا أي قعدة إلا أظن أقلب إجرية. وعندي المفاصل عندي ركبي بظلهم هيك، ما لما أطلع درج بصير إني يجعوني. ولما أجي يعني بدي أمد حالي ظهري كثير آخره بوجعني. نعم سلام. فبحكولي ممكن هذا روماتيزم بكون. وعندي إيدي أحيانا بصير فيه النمنمة كمان. نعم، في أي سؤال دكتور؟ في أسئلة طبعا. سلامتك يا أم حمزة، الله يسلمك يا بس العمر عمري 26. والله 26 صغير كثير. كيف الوزن؟ وزنك كيف؟ 52، مش كثير. والله مش كثير. سكري، ضغط غدي، إشي فيه؟ لا لا يعني يلا سلامتك، هلا بحكي لك. اسمعيني، سلامتك يعني الأوجاع الخدر وأوجاع الإجرين والظهر، لاحظوا أنها بتحكي عن أوجاع منتشرة، يعني مش صحيح. أوجاع محدودة. والعمر 26 مستبعد طبعا هذا العمر أنه نحكي عن التآكل اللي حكينا عنه، لأنه هذاك مرض الكبار إلا حال واحد مشان الركب. مرات في متلازمة اسمها متلازمة الصابونة الفخذ، بتكون الصابونة مش 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 في مكانها الطبيعي، فلما المريض يطلع وينزل درج ممكن يحس بألم. بعتقد انه ام حمزة موجود عند هاي الشغلة، ولكن الاعراض العامة اللي بتحكي عنها يعني وارد جدا تكون اعراض الالم الليفي العضلي اللي حكينا عنه، لانه بسبب الام منتشرة وبسبب خدران ونمنمة. فيعني بتوقع انه ان يكون على الاغلب من النوع هذا، يعني يفضل انها تعمل مثلا فحوصات مخبرية تتأكد أو فحص سريري. ولكن بالنهاية إذا كان هذا الكلام اللي أنا بحكيه صحيح، بحاجة أنه طبعا تغير في حياتها شيء، تبعد عن التوتر، تلعب رياضة، تأخذ تكثر من الحمامات المي الساخنة، وجوز ساعتها ببعض الأدوية إن شاء الله. نعم نعم دكتور. طيب نحكي أكثر هيك عن الروماتيزم، نحكي عن التشخيص، يعني عادة كيف ممكن الإنسان يعرف أنه في عنده روماتيزم، ولما يتوجه على الدكتور كيف يتم أيضا تشخيص الروماتيزم؟ يعني الروماتيزم بشكل عام هو من الفروع اللي بتها مشاركة، يعني بتها خبرة وبتها تشخيص. ليش؟ لأنه يعني إذا بعطيك كثير من الأمراض الأخرى، بقول لك مثلا على سبيل المثال إذا سألتك كيف بتشخص السكري، أكيد راح تجاوبين ببساطة أن نعمل فحص دم ونشخص السكر. لما بتقولي لي عن الروماتويد على سبيل المثال أو أي نوع من الروماتيزم، ما في بكل أنواع الروماتيزم فحص مخبري واحد إذا عمل هيك الجواب هيك. فهي قصة مرتبطة بثلاث أشياء. أولا القصة المرضية المتقنة للمريض، لازم نسأل المريض أسئلة، يعني وهي الأسئلة كلها بترجع للألم وشو طبيعته، في أي مفاصل مصابة وفي أي مفاصل مش مصابة، وقديش الفترة وإمتى بصير الألم. وبعدين لازم نسأل عن كل أعضاء الجسم، لأنه كل شيء يعني بهالمناسبة في أمراض المفاصل أي شيء
في الجسم في المفاصل قد يؤثر على أعضاء في أخرى في الجسم وأعضاء أخرى قد تؤثر على المفاصل. يعني ممكن أنا يجيني مريض مشكلته العين مش المفاصل، فلازم أعمل يعني مسح كامل لكل الأعضاء في الجسم، بعدها لازم أعمل فحص دقيق 100%. يعني بدي أعطي مثال واحد على الفحص الدقيق، مثلا حكينا عن مرض التليف العضلي اللي هو ناتج عن توتر، هذا المرض إذا بوجد بالفحص أنه في مفصل في انتفاخ أو ورم، إذا هذا المرض لا يمكن يكون موجود. صحيح. أوكي، فالفحص السريري مهم جدا. الآن بعد هالمرحلتين هذول نيجي في المرحلة الثالثة، أنه المريض وفي معظم في كثير من الحالات نحتاج للمساعدة المخبرية، والمخبر رغم انه لحتى اللحظه مثل ما حكيت لكم ما في فحص واحد بيعطي جواب اكيد 100%، لكن حدث تطورات كبيره ايضا في كثير من الفحوصات المخبريه. صار عندنا مثلا على سبيل المثال نعطي مثال مرض الروماتويد اللي كنا نحكي عنه من شوي، مثلا في فحص جديد اسمه انتي سي سي بي، لان هذا الفحص يعني صعب نلاقيه في مرض ثاني غير مرض الروماتويد. الشغل الثاني إذا وجد هذا الفحص على سبيل المثال يدل على أن المرض يعني من طبيعة هجومية، ولكن فردة فعلنا لازم تكون يعني فتصوري قديش يعني هاي التطورات اللي قاعدة بتصير على المستوى المخبري كمان. صحيح. طيب في عندنا كمان اتصال دكتور من أم محمد. أم محمد صباح الخير. نور كيفكم؟ أهلا فيكي، تفضلي. ممكن أحكي مع الدكتور؟ تفضلي. معلش دكتور، أنا ابني وبنتي معاهم روماتيزم الحمى الذؤابية. نعم. طيب بس بدي أسأل يعني وهذا مرض وراثي؟ نعم. ويعني هم بس أعمالهم بياخذوا كورتيزون، هذا هو الحل يعني هذا هو العلاج بس؟ يعني أنا ابني تشخص، حضرتك اللي شخصته. نعم. قبل تقريبا 4 سنين. نعم. تقريبا 4 سنين وبنتي تقريبا إلها 2. نعم. بنتي بالصفائح عندها بتنزل. نعم. بس ابني يعني لا، كل مفاصله كل يعني كل إشي بوجعه. هلا جديد يعني إله تقريبا 4 إلى 5 شهور تقريبا كمان صيبته الشقيقة. من برضو الحمى الذؤابية يعني كتير معاه وجع راس كتير فظيع. شو السؤال الأخير؟ هل هو مرض الذؤابية؟ لا دكتور، هي عم بتقول انه ابنها كل مفاصله بتوجعه وهلأ عم بتصيبه شقيقة. عم بصير في عنده صداع شقيقة. فهل هو هذا له علاقة بالحمى الذؤابية اللي عم تسأل؟ يعني لا، وكمان سؤال يعني هو وراثي يعني بنتي وابني وبنفس العمر 18 سنة؟ في علاقة انه بنتها وابنها بنفس المرض وانه في عمر. نعم. اول شيء سلامتهم، الف سلامة يا ام محمد. الله يخليك دكتور، تسلم. شكرا. شوف الذئب الحمراء او الذئب الحمامية مرض ما بنقدر نقول انه وراثي، يعني هذا مهم القصة لانه هاي الكلمة لها مخاطرها الكبيرة. انه كثير ناس مثلا بنت يقول لك إذا هاي أنت مثلاً صبية ممكن نخاف على الأبناء والآخره. وراثي بمعنى أنه جين ينتقل من المريضة أو المريض إلى الأجيال، لحد الآن لم يكتشف هذا الكلام. طب ولكن يعني لا لكن هناك ريسك أكثر. ريسك أكثر إذا بنصاب المريض، إذا في واحد عنده الذئبة الأقرباء معرضين للمرض هذا أكثر من الناس العاديين، ولكن ليس جين منتقل. طيب خليني أعطيكم لحضراتكم وللمشاهدين لأم محمد كمان مثلا دراسة عملت. الآن أخذوا توأم مختلفين مش ايدنتيكال يعني. فانصاب الأول بالذئبة الحمراء أو الحمى الذؤابية اللي بدكم إياها، الاحتمال أنه ينصاب الثاني بالدراسة كان 3%. أوكي، جابوا التوأم الايدنتيكال المتشابهين، احتمال الإصابة الأول انصاب، الاحتمال الثاني انصاب 25%. معناته انه اذا كان في واحد بالعيلة مصاب، الريسك انه ينصاب الناس الأقرباء من الدرجة الأولى اكثر بحوالي 3%. اوكي، فمعناته الوجود شخص في العيلة
يزيد احتمال إصابة المرض ولكن ليس وراثة. هاي النقطة اللي أنا بدي أقول لك إياها. سألتيني سؤال عن الكورتيزون في مرض, إحنا مرض الذئب الحمراء أو الحمى الذؤابية مرض قد يصيب أي جزء من الجسم مع الأسف, ولذلك في نوع منه بيكون خفيف, نوع وسط ونوع أقوى. خطة العلاج تعتمد دائما حسب الإصابة, فإذا كان خفيف نعالجه بطريقة وإلى آخره. الكورتيزون يعني ممكن أنه مش كل الحالات لازم تأخذ كورتيزون, وإذا أخذت مش كل الحالات لازم تأخذ, دائما لازم نصل لمرحلة نعطي الكورتيزون بجرعات صغيرة. في أكثر من نوع خيار من العلاجات الآن موجودة للحمى لهذا المرض, زي أدوية الملاريا, زي أدوية المناعة مثل الإميوران, زي دواء اسمه سلسب, زي دواء اسمه سايكلوفوسامايد, وفي علاجات جديدة حديثة كمان نستخدمها في بعض الحالات, في بعض الحالات زي دواء اسمه المابثيرا. الآن سألتينا عن الشقيقة, هل الشقيقة مرتبطة بمرض الذئب الحمراء؟ الحقيقة أن الناس اللي عندهم هذا المرض معرضين أكثر للإصابة, بالعكس نسبة لا بأس فيها صير عندهم صداع أو شقيقة. نعم تمام, ففي ارتباط. أكيد. طيب إحنا في معنا آخر اتصال لليوم. نعم. هو من عبير. صباح الخير يا عبير. صباح النور, كيف الحال؟ أهلا وسهلا فيك, تفضلي دكتور جريس عم بسمعك. صباح الخير دكتور. صباح الورد, يا أهلا وسهلا. والله بدي أسأل عن التهاب المفصل بالركبة, أنا صار معي التهاب مفصل, رحت على الدكتور بس ما استفدت العلاج يعني, ولسات الألم يعني ملازمني ما بيروح. نعم. حضرتك صار عندك التهاب بمفصل الركبة. أيوة. العمر يا ست عبير؟ 50 سنة. 30. 30 سنة. طيب شو سبب الالتهاب؟ ما بعرف, في فجأة صابتني يعني, وأنا رحت على الدكتور وكان التهاب بالمفصل. صار انتفاخ ورم إشي؟ لما الحمل كان عندي, كان عندي زلال حمل. اوكي, حمل. حمل نعم. تورم المفصل انتفخ؟ لا, من تحت بصير عندي, من عند الكاحل ورم. بالكاحل في ورم. نعم. والله سلامتك يا عبير. سلامتك. الله يسلمك. يعني تحكي لي يعني عن العلاج وشلون اتعامل مع هيك يعني, مع هيك مرض يعني. يا ستي العزيزة, انت العرض اللي بتشكي منه بدون كلام هو التهاب بالمفاصل. نعم. من النوع الاول, لانه احنا بنحكي عن اولا العمر متوسط, اثنين في بالركبة, في بالكاحل. الكاحل من المناطق اللي من النادر أن تصاب بتآكل, ولذلك احنا بنحكي عن التهاب. هلا ليش الالتهاب ما راح؟ أولا لسببين. السبب الأول لازم نعرف شو هو الالتهاب. في أمراض كثيرة يعني, وكل مرض بيختلف علاجه عن الثاني, فلازم نتأكد من التشخيص أولا, ثانيا بناء على التشخيص لازم تأخذ علاج. واضح أنت ما بتتعالجي, فيعني أنت بحاجة لتشخيص وعلاج يا عبير, وعمرك صغير, لا ضيع وقت كثير. نعم. طيب تماما دكتور, إحنا بدنا نتشكرك يعني, الموضوع شائك وكبير جدا, كل مرة بنحب نستضيفك لحتى تتناول لنا ونسلط الضوء على قضية, وشكرا لكل الإجابات اللي جاوبتها لكل اللي اتصلوا فينا. شكرا لك دكتور. شكراً. ويعطيك العافية. أهلا. يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك يا دكتور. أهلاً.